السلام عليكم. هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن افضل 5 مشروبات للتخسيس او لزيادة الحرق، بالاضافة ان انا هجاوب لك على اهم سؤالين: ايه الفرق ما بين المية الباردة والمية السخنة وايه تأثيرها على الحرق، وايه افضل مشروب للتخسيس. تابعنا. اول واهم حاجة هي المية. شرب المية من اهم الحاجات اللي بتزود الحرق، فشرب 500 ملي لتر من الماء او نص لتر يعني بيزود الحرق النسبة تصل ل 30%. خد بالك برضو انه بيوصل للبيك والاعلى مرحلة للحرق بعد من 30 ل 40 دقيقة. طيب دي المية. طيب المية الباردة؟ المية الباردة 10 ملي لترات بس، يعني حاجة بسيطة جدا، بتزود الحرق بنسبة تصل ل 25%، بيوصل للبيك بعد 40 دقيقة. يعني انت لازم تاخد بالك ان الحرق بيزيد او بيفضل شغال لمدة 40 دقيقة، فاحنا ممكن نستغل شرب المية الباردة لزيادة الحرق. ركزت؟ 10 ملي لتر حاجة بسيطة قوي، بتقعد 40 دقيقة في مدة حرق. طيب ازاي استخدم المية؟ الصبح قبل ما تفطر او قبل ما تتغدى او قبل ما تتعشى تشرب 2 كوباية مية قبل الاكل. ده هيساعدك بشكل كبير ان الشهية بتاعتك تكون اقل شوية، وبالتالي هتحس بالشبع بشكل اسرع. طيب كويس. طيب لو انا عاوز اقلل السعرات الحرارية؟ لا، هو انت لازم تقلل سعراتك الحرارية اصلا، ومع السعرات القليلة تشرب مية كتير اللي هو 2 كوباية المية قبل الاكل، فبالتالي هتشبع. انما سعرات حرارية بس هيكون كويس، بس مش هتقدر لانك هتكون جعان اكتر ومش هتحس بالشبع بشكل كبير. طيب لو هتشرب ميه بس، لا عمرك ما هتخس، فانت لازم تقلل سعراتك الحرارية. تاني حاجة واهم حاجة هي القهوة، لان القهوة بتفرز هرمون النور ادرينالين، واللي بدوره بيزود لمعدل الحرق بشكل كبير جدا. اتكلمنا على الشقين دول في حلقتين منفصلين، تقدر ترجع لهم. لحلقة القهوة هتلاقيها هنا، هتظهر لك، اتكلمنا فيها عن الاضرار والفوائد وايه الكمية اللي تشربها في اليوم الواحد وامتى تكون قاتلة كمان، بالاضافه لحلقه زياده سرعه الحرق اتكلمنا فيها عن ايه افضل وسائل لزياده سرعه الحرق، اللي هتلاقي مقرر منها بعض الحاجات اللي انا بقولها لك هنا. ثالث حاجه الشاي وليه انواعه، الاحمر والاخضر والابيض. الابيض مش متوفر قوي، احنا متوفر عندنا الاحمر والاخضر. هكلمك هنا عن الشاي الاخضر. في دراسه اتعملت ان شرب الشاي الاخضر لمده 12 اسبوع متتالي قللت لك الحجم او قللت الوزن للناس اللي بتشربه عن الناس اللي مش بتشربه في رينج من 200 جرام ل 3.5 كيلو. وهنا لازم اقول لك معلومات مهمة، احنا بنتكلم من 200 جرام ل 3.5 كيلو، وبالتالي لا الفرق كبير. من 200 جرام ل 3.5 كيلو لا فرق كبير جدا، وبالتالي فاحتمالية انك تخس مش هتكون واردة قوي، ممكن 200 جرام 300-400 كيلو، فالعدد مش كبير. بالاضافة النقطة التانية ان احنا بنتكلم على 12 اسبوع، يعني كام؟ 3 شهور. انت متخيل 3 شهور متتالي بتشرب في شاي اخضر بس، فمتوقع انك ممكن تخس. تالت بقى واهم نقطة، ان تمت عمل الدراسة دي في مستخلص الشاي الاخضر، مش الشاي الفتلة اللي بتحط وبتكب عليه المية وبتصب عليه المية وتشرب، لا مش الشاي ده خالص، لان الشاي مستخلص الشاي الاخضر بيكون فيه نسبة عالية اكتر من المادة اللي بتساعد على زيادة الحرق. فعشان كده بقولك انت ظبط اكلك، قلل سعراتك الحرارية، بلس بقى تشرب مية، تعمل قهوة، تشرب شاي اخضر، كل الكلام ده هيساعدك. انما مفيش حتى الان حاجة بعينها. رابع حاجة بعض الاعشاب زي الزنجبيل والمورينجا. هنتكلم على الزنجبيل اللي يقال انه بيقلل من الشعور بالجوع وبيزود لي الحرق، دراسة غير مؤكدة هي اللي قالت اللي بيزود الحرق. المورينجا سمعت عنه، كان كذا حد كلمني عنه، فلما بدأت اشوف الموضوع واشوف الدراسات اللي اتنشرت عليه، فعلا في دراسة اتنشرت ان هو مش بيزود الحرق ولكنه بيثبت الدهون، يعني الدهون ما بتزيدش وبيساعد على تحللها ان هي تفقد دهون بشكل اكبر. انت عايز تفقد دهون اكتر فانت بتتجه للمورينجا، ده البحث العلمي اللي اتقال عن الموضوع ده. نهاية المشروب السحري واللي كلنا بنقوله، العسل مع القرفة. اشرب مية مغلية عليها عسل وقرفة نص ساعة الصبح قبل الفطار ونص ساعة قبل العشاء، بتشرب الاثنين هيخسسوك بشكل مثالي. طبعا جملة سمعناها كتير جدا، شفناها في فيديوهات كتير جدا، هي للأمانة مش بتعمل اي حاجة، ملهاش اي اساس علمي ان هي بتساعد على الحرق او ان هي هتقلل لك الوزن او ان هي تخسسك ولا اي حاجة. امال هي ممكن النقطة الوحيدة اللي تؤخر عليها ان طعمها وحش فهتسد نفسك فمش هتاكل كتير بس. وانا بمنتج الحلقه اتكلمت عن القرفه بالعسل، فقلت ارجع اقول لك ان القرفه بالعسل طعمها مش سيء للدرجه ان هي تسد نفسك زي ما انا قلت في الحلقه، لان كذا حد كلمته وقال لي لا القرفه بالعسل كويسه مش سيئه قوي كده ومش وحشه للدرجه اللي هي تسد نفسك. دي اول نقطه. تاني نقطه، انا قلت ان مفيش بحث علمي واحد قال ان هي بتقلل الحرق، لا، وفي دراسه اتنشرت بتقول ان القرفه بالعسل ممكن تساعد على تقليل الدهون او تزود لي الحرق شويه. هي دراسه واحده ولكنها غير مؤكده ومحتاجه زياده تاكيد، يعني مش دراسه علميه 100%، لا هي محتاجه زياده تاكيد.
فانا الموضوع مش غلط 100% ومش صح 100%. فالقرفه بالعسل عليها خلاف ومحتاجه تاكيد كبير جدا. فانا لما قلت ان مفيش خالص، لا هو في نسبه ولكنها قد تكون ضعيفه شويه. هسيب لك لينك الدراسه كده كده تحت في الوصف، ولو عاوز تشرب قرفه بالعسل اشربها، هي مش هتساعدك 100% كده كده احنا عارفين الفكره كلها سعرات. روح كمل الفيديو. نهايه عندي هنا سؤالين، طيب ايه افضل بقى مشروب للتخسيس؟ طيب لو انا عاوز اخسس الكرش، اخسس الارداف، اعمل ايه؟ اولا بالنسبه لافضل مشروب للتخسيس هو مفيش خالص بجد. دي مصيبه سودا ومنيله ب 60 نيله شحته. ليه؟ لان ببساطه مفيش دراسه واحده قالت ان في مشروب معين هيخسسك. الفكره كلها في لعب سعرات، الفكره كلها في نظام اكل ايا كان بقى، نظام سعرات، كيتو دايت، صيام متقطع، ايا كان، المهم هو نظام الاكل اللي على اساسه هيخسسك في الوزن، وبالتبعيه حزام التخسيس، المشروبات اللي بنسمعها غريبه، كل الكلام ده هيساعدك انك تقلل اكلك، او هيساعدك انك تقلل الكالوريز انتيك، او انك بتاخد كالوري معينه وبالتالي هتخس. مفيش مشروب معين هيخسسك. طيب انا عاوز اخسس الارداف، اخسس الكرش، اخسس ايا كان. هنا هنتكلم لشقين كنا اتكلمنا عنهم في حلقه البلانك اللي ممكن تقدر ترجع لها وتعمل التمارين اللي فيها اللي هتساعدك بشكل كبير انها تقلل من الكرش. هنا بنتكلم على شقين، شق تغذيه وشق عضلي. الشق التغذيه اللي هو انت بتلخبط اكلك، فبالتالي في تراكم للدهون في منطقه الارداف، فتعمل لك بروز للمؤخره اللي عملنا عنه حلقه قبل كده، كنا اتكلمنا عن المشكله، مشكله التغذيه. لو انت عندك مشكله في التغذيه لازم تظبط اكلك، ولكن لو عندك لفه في الحوض لقدام ومخليه شكل الحوض بالشكل ده، تقدر ترجع لحلقه بروز المؤخره عند الرجاله وتعمل التمارين اللي فيها، هتفيدك بشكل كبير جدا. وبالتبعيه الكرش برضه ليه شق تغذيه وشق عضلات، فلو انت عندك التغذيه فيها مشكله، بتاكل كتير على الفاضي وعلى المليان، عندك تراكم دهون، لازم تظبط اكلك الاول ووزنك الاول، وبعدين تبدا تعمل التمارين سواء الفاكيوم اكسرسايز او البلانك اكسرسايز، واللي اتكلمنا عنهم في حلقه قبل كده تقدر ترجع لكل الحلقات ومصادر الحلقات دي كلها هسيبها لك تحت في وصف الفيديو. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور أحمد الشامي، ساش تابعنا على الانستجرام، تويتر، فيسبوك، في متابعات أونلاين تقدر تتابعنا على الانستجرام وتابع معنا أونلاين تغذية بإذن الله. بس كده، سلام عليكم. لا ده مش عسل بقرفة، لا لا. أنا هشرب الكلام ده برضو.